بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بيكم. إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لكل ست تعشق الملابس من الأقمشة الصوفية، لكل أنيق يعشق المعطف الصوف في الشتاء. كلكم بتعانوا من مشكلة حشرة العسة أو العتة أثناء تخزين الملابس في فترة الصيف، حلها النهاردة عندي. كمان اللي بيربوا وبيعشقوا تربية النحل، أحسن نبات يغذي النحل النهاردة هو اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي. يلا بينا نبدأ ونتعرف عليه وعلى اسمه. نباتنا النهاردة ليه أسماء كتيرة جداً، بيسموه إكليل الملك، بيسموه الحندقوق، بيسموه النفل، بيسموه العنفقان، بيسموه العنوص. كل دي أسماء لنبات الحندقوق المليلوتس انديكاس اللي بيتبع العائلة البقولية وبيتبع جنس الحندقوق. النبات مهم جدا، بيعامل في مصر على انه احد نباتات الحشائش. هو نبات حولي شتوي، بيستخدم كعلف للماشية، بتؤكل اوراقه المرة الطعم كالخضار، كمان بنستخرج منه زيوت. لما نوصف النبات ده هنقول ان النبات طوله بيوصل حوالي متر، الساق بتاعته جوفاء ومفرغة من الداخل، الورقة زي ما احنا شايفين كده ثلاثية، كل ورقة من الورقات الثلاثة دول بيضاوية الشكل، شكلها زي ما يكون انا مسكت الورقة وتنيتها كده وفردتها، بنلاقي فيها خط تانية في النص في العرق الوسطي، الحواف بتاعتها مسننة زي ما احنا شايفين كده. ده شكل الأزهار الصفراء المميزة لي، وده شكل الثمار أو القرون اللي بداخلها البذرة، بذوره دقيقة جدا، لما بتجف بتقع على الأرض وبتنبت في المواسم التالية. نبات الحندقوق ليه فايدة طبية لاحتوائه على مادة الكومارين، المادة دي مسكنة للآلام وبتعالج بعض الأمراض والأورام، وبينصح الأطباء اللي بيستخدموها من اللي بيعالجوا بالأعشاب باستخدامه لخفض احتواء الجسم على السوائل. كمان احنا بنستخدمه كمهدئ للتشنجات، مسكن للألم، مساعد في عملية هضم الغذاء أو الطعام، قابض للأوعية الدموية، منشط للذاكرة، مقوي عام. كل دي فوائد لنبات الحندقوق اللي احنا بنعامله على انه حشيشة من الحشائش اللي بتنافس المحاصيل الاقتصادية، وبيهم المزارع انه يتخلص منها أول بأول. نباتنا النهاردة ده بيستخدم كمضاد للتجلط، مضاد حيوي، مضاد للتلوث، مضاد للأكسدة، مش بس كده كمان طارد للغازات، طارد للبلغم، قاتل لحشرة العتة. وده نستخدمه ازاي عشان نقتل الحشرة؟ بناخد الأوراق بالنبات كله ونجففها ونعملها بودر، نحطها في دولاب الملابس لحفظ الأقمشة الصوفية من الإصابة بالحشرة اللي بتنهي على القماش أو الملابس بعد ما تتنقر كلها وتبقى فقدت قيمتها وملهاش تصليح إلا إذا كان جزء صغير ونعمل له عملية رفي. بلاش نعمل رفي، بلاش نخسر الأقمشة بتاعتنا، نستخدم نبات الحندقوق ونعمله بودر لحماية الملابس أثناء التخزين. طيب نستخدم نبات الحندقوق ده إزاي طبيا؟ بناخد ملعقة صغيرة من قمم النبات اللي هي الأزهار دي اللي احنا شايفينها، وبنغليها لمدة 10 دقايق، أو نحطها في مية مغلية لمدة 10 دقايق ونصفيها ونحليها ونشربها، أو بقى نستخدمها
مضمضه لمعالجه التهابات اللثه، غرغره لالتهاب اللوزتين. مش بس كده، ده ضمادات للدمامل والحراج اللي بيطلع خاصه مع الاطفال في فترات الصيف وارتفاع درجه الحراره. شايفين كل الفوائد الطبيه للنبات ده؟ بس مع الحرص احنا برضو ما ندهوش للحوامل والمرضعات وما نكترش منه، يعني ممكن احنا ناخده فترة وبعد كده نتوقف ونرجع نستخدمه مرة تانية علشان نتجنب المواد السامة اللي فيه. كمان لأصحاب المزارع الجديدة، الحندقوق ده ليه فايدة كبيرة جدا للتشعب اللي بيختص به الجذور، ان هو ممكن يثبت الكثبان الرملية، يعني ممكن ازرعه على حواف المزرعة لتثبيت حواف المزرعة وتحديد جهات المزرعة من جميع الجهات بالحندقوق، هيثبت لي المزرعة واستفيد منه كويس جدا. مع الحرص في ان هو ما ينتشرش داخل المزرعة علشان ما يتحولش كنبات حشيشة أو حشائش يستلزم عملية التنقية والمقاومة من المحصول الاقتصادي. زي ما قلنا إن نبات مهم جدا في تثبيت الكثبان الرملية، لو حاولنا إن احنا نقلع نبات بنلاقيه شديد التماسك في الأرض. أهو ده جذر النبات، أهو بيثبت وبيتشعب في التربة ويثبت لكل الأراضي الرملية. يقلع كمان تاني، شفتوا بقى النبات شديد ازاي؟ لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض. لكل مربي النحل وعشاق تربية النحل، اتفرجوا بقى على نزول النحل على نبات الحندقوق ذو الأزهار الجميلة الصغيرة، رغم انه هو بيجمع منها الرحيق. شايفين؟ اهو النحل بيعشق نبات الحندقوق، له رائحة زكية جدا. يظهر في فترة نقص المحصول الزهري للمحاصيل التقليدية في المزارع، وعشان كده بيغذي النحل تغذية طبيعية، مش محتاج ان انا اعمل تغذية بالسكر. شاهدنا في باقة افكار، ما تنسوش باقة أفكار بلايك وسبسكرايب. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا. مشاهدينا في باقة أفكار، إلى لقاء جديد مع فيديو جديد وموضوع جديد عن نباتات الحشائش اللي صنفها الإنسان على إنها حشائش، لكن هي نباتات ربنا خلقها ليها فوائد وليها حكمة من خلقه، وسنظل نتعلم ونكتشف في أسرار مخلوقاته إلى يوم الدين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش باقة أفكار سبسكرايب وشير ولايك. مع أطيب تحياتي ليكم دكتورة رؤي.